إذا سيدة فضيلة، اليوم شفناك في 90 أول مرة نشوفوا باركين غاز هكذا. أنا غير حارس سيارة تصاي. أنا كنقولها كاع نخسرها. إذا لو كيفاش حتى تقمصتي الدور هذا؟ شوف بلال، هو المرأة اقتحمت كاع الميادين، ما خلات حتى بلاصة ما راحت لهاش، حتى الباركينغ راحت. تتسب المرأة ضربت لك مطرق وكاسكيطة واقفة عند اللوطو. يعني ولما لا؟ وأنا شفتهم كاين مثلا عندنا في وهران، شفت وحدة مرأة وتعرف توقف لك وتقعد لك في الليل وتقعد وتجي وما تقلعش حتى اللي تخلص وتوقف لك، تعب بصح ماشي كي تهرب لها ولا خطر على بالك اللي صاحب الباركينغ كاع ما يشوفكش كي تقاري كي دير المفتاح في الكونتاكت يوقف لك.